احنا دلوقتي معاكم على التي في، ولسه كنت بقول لمتابعين على الانستغرام ايه حلوه جدا طعم اللقيمات. اهم الحلويات اللي احنا لازم تكون موجوده على سفرتنا في شهر رمضان المبارك وهي اللقيمات، سواء بقى زلابيا بالسكر بقدرلك قليلا، لقيمات بالمكسرات. يلا خلاص تعالي تعالي نفرجيهم. بتضلك تقولي لهم نقول لهم تعالي عماله تغزل بقى واكل. فانت ورينا ازاي بتعمل لقيمات بتطلع بالشكل الحلو ده، يعني يبقى معايا طبق سهل ان انا اعمله في البيت. شوفي هون شوفي هون، وبنبتدي مع الشيف طلال. شوفي هون شفنا. ايوه 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 الله. شوفوا يلا جاهزين. انا جاهزين. يعني اصعب حاجه لكل السيده اللي هي تعملها في البيت هي اللقيمات. أيوة. لكن اسهل حاجه جهاز بلزانو اللي احنا بنقدمه النهارده، بيخليكي ان انت تعملي كل اللقيمات بمنتهى النظافه بمنتهى السهوله، على عكس الطريقه التقليديه اللي هي بتكون صعبه جدا. اللي حبيته جهاز محمول عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، بتحطوا العجينه، ممكن تسوي كمان كيلو جرام من المصفى او القمع الموجود من هنا. في نفس الوقت كمان كل ده بيترسب تحت عندك، والسهل جدا ان احنا طريقة الاستخدام بس عندنا التريجر ده من هنا، بمجرد ما احنا بنضغط عليه يبتدي ان هو يضخ من العجينة ثلاثة هنا من الفتحات الموجودة، في ثلاثة من اللقيمات بيضخهم مرة واحدة. العجينة اللي هي الكيلو تكفي 100 قطعة، وهنا كمان في ديجيتال سكرين زي ما شايفين معايا بتعد لكم كام قطعة بتنزل في نفس اللحظة. دي الجهاز، فكرة بسيطة سهلة والحلو الحامل بتاعها، يعني تعملي لقيمات على عكس بقى العجينة اللي هي متنصرة في كل حتة بتكون الوان. اوه ماي جاد، بصوا عاملين ازاي، عاملة ازاي مدورة يعني. شوف شوف تحفة 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 تحفة. شوف 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 شوف. وهنا كمان لا زي ما بنشوف يعني قد ايه حلو. تعالوا تعالوا اوريكم، يعني جهاز اكتر من رائع، سهل جدا في الاستخدام. شوفوا هنا كل حاجه سهله جدا في الاستخدام، بس بتستخدموه بالتريجر اللي موجود تضغطوا عليه بينزل طبعا الثلاثه من الفتحات اللي موجودين هنا، واحد اثنين وهنا كمان الثالثه، على طول بتبتدي ان هي تنزل كل الفتحات بمنتهى السهوله. تنزل العجينه، تحطوا العجينه بتصبوها من القمع بتتكون هنا، وكمان بيكون في المعيار الموجود، وكمان بيكون في برضو التشارجر او الجهاز اللي طبعا اللي بتشغلوا بيه. لكن السعر اللي احنا بنقدمه النهارده لجهاز اللقيمات لانه اخر فرصه اخر فرصه، السعر هو 359 ريال سعودي. السعر قبل كده كان 756 ريال سعودي. شوفوا السعر قد ايه رائع. مش بس كده، كمان مع كل عمليه شراء بتحصل على قسيمه شرائيه بقيمه 200 ريال سعودي. والاحلى والاحلى ان احنا بنقدم على اللايف مباشره على التلفزيون او حتى كمان على الانستغرام اخر فرصه تحصلوا على جهاز اللقيمات اللي احنا بنقدمه النهارده من ماركه بلزانو الايطاليه. يعني تحضير اللقيمات دلوقتي مش هيبقى صعب عليكي. مستنيين دلوقتي هنلعب لعبه مع بعض، كل اللي متابعينا دلوقتي قولوا لي ايه نوع اللقيمات اللي انتوا بتحبوه، اللقيمات وبتسموها ايه في بلدكم. احنا عندنا بنسميها الزلابيا، زلابيا بالعسل، زلابيا بالسكر، عوامات، لقيمات، فواشات. احنا في منطقه بيقولوا فواشات. شوفوا انتوا ايه نوعيه اللقيمات اللي بتحبوها، وفي نفس الوقت كمان الاسم اللي انتوا بتقولوا عليها في بلدكم. ايوه هون يلا. طبعا رانيا مثل ما احنا شايفين جوديا طلول. لك شوف شوف ايوه فعلا جميله. بصوا حلوه ازاي عامله العجينه تحفه، واللون اللي هو الذهبي. شوفي اللون، هذا اللون الذهبي. هاي طبعا في ناس بيحطوا لها زعفران، في ناس بيحطوا لها لبن، في ناس بيحطوا لها سميدي، في ناس بيحطوا لها نشا، في ناس بيحطوا لها سكر وقطر، في ناس بيحطوا لها سكر على الحل، على حسب كل بلد كيف بيحبوا ياكلوا. العوامات، الفواشات، الزلابيا، اللقيمات، كل الناس بتسال على القاضي. الاسعار بالدينار الكويتي بكام؟ بيقولوا طب ليه ما تعملش 70 قطعه؟ طب هو احنا نعمل 100 قطعه ولا نعمل 70 قطعه؟ اكيد عايزين نعمل الاكثر. هي بتعمل لكم 100 قطعه في نفس الوقت وانتوا اوريدي بتشتغلوا عليها. هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا كمان ناس بتقول واو. لكل اللي عايزين يعرفوا طريقه الطلب بمنتهى السهوله يا جماعه، زي ما شايفين مع بعض هنا علشان خاطر تعملوا طريقه الطلب، وحتى كمان بتسالوا بالدينار الكويتي قد ايه الاسعار لكل عمله لكل بلد. هنا عندكم الرقم البن الموجود هنا زي ما شايفين على الانستغرام، على طول بتبعتوا رساله وهم بيبعتوا لكم التوصيل وكمان العمله اللي انتم محتاجينها. شوفوا أيوة. اللقيمات على طول بمنتهى السهوله اتعملت. وممكن تقولي أيوة. الفكره ورا الجهاز يعني الجهاز، وتقارنوا بالطريقه التقليديه. رانيا هلا في ناس بتقول لك الطريقه التقليديه انا متعوده عليها احسن لي، اضبط لي، مش عارف شو الطريقه التقليديه. لما انت بتصيري تشتغلي عليها اوكي،
ليش؟ بتصيري تشدي على ايدك هوني أنا على العصب تبع ايدك. اوكي هاي شغلي ثنتين تحرقي ايدك انت بالزيت كل شيء بتشتغليه عندك انت صعب على ست البيت. يا ما ناس حرق حالة بالزيت بسبب العوامات. صحيح. رح نعمل لهم بعض ضربي هون. تمام. ننتقل نفرجيهم كيف بيشتغل الجهاز أو مننتقل شو بدك انت؟ اللي انت عايزه عادي. احنا بنحط هنا بنكميات برضو بنسيب. شوفوا اللي بيسألوا على طريقة الاستخدام. بتعمل ثلاث عوامات في نفس اللحظة. ثلاث حبات مع بعض. كل ضربي ثلاث حبات. بالضبط. وشوفوا على طول بمجرد ما انتوا عاملين العجينة هي بتطلع كلها مع بعضها. أول ما بتلمس طبعا النار بتشوفوا. أيوه. وبتقدروا تعملوا كميات كبيرة على مرة واحدة. يعني حتى بتوفروا على نفسكم في طريقه القلي. هنا والله السعر حلو من لولا. شكرا ليك يا لولا. وكمان هنا اللي ما بيصير بالدينار ولا بالدرهم ولا بالليره لريال، لان احنا طبعا بنحط كل الاسعار بالريال السعودي علشان كتير من السيدات طبعا ان هم يقدروا يعني التوصيل بيكون للسعوديه في نفس الوقت، ومنتجات كمان بتكون في السعوديه في نفس الوقت. اي منطقه انتم عايزين توصلوا لها واي اسعار على طول احنا بنجاوب عليكم. كم سعرها؟ السعر يا جماعه 359 ريال سعودي. لوفي بيسالوا على السعر. أوكي. يلا قول لنا بقى طريقه الاستخدام من اول للاخر. حركي لي ماشي انا حرك لك هدول. أوكي. هون طبعا احنا فكينا الجهاز بالشكل ها. اي نوع من انواع الزيت؟ تمام. ندهن الجهاز. قول لهم التبس بتاعتك. شوف ندهن الجهاز هيك. ليه يا شيف احنا بندهن بالزيت؟ ندهن الجهاز بالزيت ما بيضل عندك انت عجينه على دايره، كل العجينه بتنزل لتحت. وهون طبعا ايوه هوني أوكي. بس ننزل الجهاز بالشكل ها. شوفي هون نحط الجهاز بالشكل ها. هيك ممكن تشدوا ركب الجهاز. تمام. عندي اهم شيء هوني أحط طبعا احط لك العجينه. بس رح على شغلي كثير مهم رانيا، بس امسح لهم الجهاز. طب هي اهم بالزيت. طب عايز اسال سؤال، لو احنا حطينا من غير زيت العجينه ايه اللي هيحصل لها؟ لما نحن بنكبس الجهاز بيصير يعد. ما بيصير له شيء اذا حطينا العجينه بدون زيت عادي ما بيصير له شيء. بس انا بعطيهم شيء سهل منشان هي ما ترجع كل شوي يعني بدها تنزل العجينه وهيك، فعنده ما بيصير لك اي شيء للجهاز اذا ما حطوا له زيت. نحن عم نحط لهم زيت، هاي نصيحه لهم عرفتي. اوكي هون بس بنرجع هاي بالشكل ها ومنجي. روز بتقول العجيني. هي جابتها من فتره واتبسطت هون. وهنا كمان شايفين العجينه قد ايه سهله. وحتى كمان فكره القمع بتكون عمليه جدا على فكره. احنا لما بنعمل العجينه بالشكل ده في البيت يا شيف بتكون ايدينا ملغوصه ومش نظيفه وفي كل حته، ونلاقي العجينه بتلزق وبتقع على الكاونتر بتاع المطبخ ومن الطبق. بتعرفي انه انا بكره اعمل عجينه العوامات؟ بتعرفي ليش؟ وكل ست على فكره حتى عجينه الفلافل بتبقى صعبه برضه كمان في التكويره بتاعتها. هوني 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 يلا يعني احنا بنوريكم. أيوة. هنا تقدري تعمليها في البوت الكبير. أيوة. شوف او حتى على. أيوة. البان. شوف يا عفو الله ولك يا عفو. اها اها يا شوف 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 هالعوامات روحي ها. بس الله الله. وكمان هي دي الاسعار في مصر. بس الاسعار في مصر ولا لا ولا اسعار ثانيه؟ السعر بتاعها 359 ريال سعودي. انتوا قارنوها بالاسعار الموجوده في كل البلد. رانيا كنتوا تحضروا الكابتن ماجد والكابتن رابح؟ طبعا. ايوه اللي هي الكره الملفوفه هاي الضربه الصاروخيه. الضربه الصاروخيه بالضبط. شوفي هون خالصين. شوفي ما احلاها. شوف شوف في سؤال جاي لك انه بصراحه حبيت اعرف انتوا ازاي بتعملوا العجينه. طبعا احنا كلنا عارفين العجينه بتكون تريكي قوي 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 بالنسبه للست، خاصه انه لو مش ظابطه على طول بتهبط العجينه في الزيت. بدهم يعرفوا العجينه. العجينة 500 جرام طحين بيلحقوا يكتبوها. أيوة. ملعقة صغيرة ورقة وقلم. سكر. أوكي. ملعقة صغيرة نشا. ملعقة صغيرة حليب بودرة. تمام. أوكي. وملعقة صغيرة زيت، أي نوع زيت نباتي. أي نوع زيت نباتي. أوكي. وهوني طبعا. أنا كمان برضو شايفة الألوان. بتحطي ملعقة صغيرة من الخميرة وبتحليها بمي فاتر فتور، وبضلك تعجني العجينة لتصير عندك العجينة مثل ما نحن شايفينها هون، ما تكون كثير سميكي وما تكون يا بي على العوامات. الله بصوا شوفوا فعلا بجد الألوان بتاعتها حلوة. تعشوا خلي طرطش زيت خلينا نحرك الاستوديو. بس ما بتقولك اصلا انا اسوي بايدي افضل بكثير من هالجهاز صراحه. قولها خليكي سوي بايدك خليكي سوي بايدك. ما جبرناكي على شيء. والله بالنسبه لي يعني اذا بسوي بايدي ايدي تصير تجعني مش مجبور. لا ما تقدرش كمان حتى على ايدك انك تعمل 100 حبه، لكن هنا سهل تعملوهم لو عندكم عزومه لو عندكم ناس. يعني انا عايزه اقول لكم بس انتوا مثلا لما بتروحوا تجيبوا من محل الحلويات اتكلنا على الله. بضحكي هوني طبعا رانيا
انا دي بقى دي دبس دي دبس عسل عسل العسل عسل اسود الله عسل 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 طب فين الدبس عشان انا محضره نفسي بتاعه الدبس اخر شيء هون بس رح نعمل اللي بالدبس اخر شيء هون شو بدك تحط اعطينا شويه شوكولاته يلا شوكولات اهو كمان انا حتى كمان برضو خلصت عندي العوامات اللي انا عملتها او الزلابيا وليه ما جبتريش سكر بودره يعني انا مصريه بحب السكر الزلابيا بالسكر ماشي يعني شفت كده مش ممكن شوف 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 عايزه اقول لكم يا جماعه الناس مبسوطين جدا 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 بطريقه عمل اللقيمات العوامات الزلابيا كل الاسماء المختلفه تعالوا خليني اقول لكم دلوقتي السعر حالا 359 ريال سعودي لجهاز طبعا عمل اللقيمات وكمان ما تنسوش قسيمه شرائيه بقيمه 200 ريال سعودي عايزه اقول لكم ان جهاز اللقيمات من اول ما احنا عرضناه 300 قطعه بيبيع يوميا يعني يوميا بيكون في 300 قطعه واحنا اوريدي ما عندناش كتير في الاستوك فعلشان كده ده بالنسبه لكم اخر فرصه ان انتم تحصلوا عليها وكمان ناس كتير دلوقتي زي ما انتم شايفين على الهواء السعر ده اخر فرصه يا لحقتوا يا ما لحقتوش يا اما تستخدموا طبعا الطريقه التقليديه بايديكم شوف اللي طبعا ما تخليش اللي بده يعمل بايده ان انتوا تعملوا 100 قطعه شوف شوف صح مش كده ايوه وريني مساله شوفي مساله شوفي مساله لا انا يلا يلا انا بس يلا عايزه اشوف الطريقه التقليديه اللي هي بالايد بتبقى سهله وعمليه ولا لا 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 صح صعبه لا 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 صعبه انا جربتها مره بس على فكره لقيت العجينه كلها باظت من كل حته وكانت خفيفه قوي هون لا 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 على الاحترافيه هون وطبعا يعني حتى لو بص هقول لكم على حاجه علشان انا جربت الجهاز قبل كده لو لقيتوهم نزلوا ثلاثه مع بعض بس فرقوهم كده عن بعض وهتلاقيها بتكون هي اوريدي سميكه مع نفسها هي بتنزل العجينه اوريدي اول ما بتلمس الزيت بتسمك على طول فسهل ان هي تتفرق وكمان هنا روز بتقول انا اخذتها الشيف طلال الشيف طلال لا تخشى شيئا من يوسف شيف طلال صغير لا تخشى شيئا اوكي احبك يا شيف يوسف كمان بيقول لك رانيا احكي للشيف يغني من يوسف يوسف شكله يعرفك مستقصدك يوسف يلا غني لنا غني لنا عشان خاطر يوسف يا بي يا بي حمولي الكف شويه تعشف تعشف يلا تعشف تعشف هاي كرمال عيونك يا يوسف يا يوسف وهنا كمان ايش طريقه الشيف بالعوامات علشان يظبطها هو الشيف الشيف كمان الشيف عطينا وصفه تحضير العجينه أنا مين اللي بيقول انها عجينة؟ مين جهاز؟ ايه اللي انت طالع؟ جهاز؟ ايه يا شيف طلال؟ لا انا عايزة اقول لكم ان هي حتى سهلة 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 جدا سهلة جدا وخفيفة جدا زي ما احنا شايفين مع بعض حتى خلوني اوريكم على الجهاز وهو نضيف تعالوا معايا شوفوا جهاز سهل خفيف 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 اهو خفيف ايه اللي تقيل فيها؟ ما فيهاش اي حاجة تقيلة بس كده عاملة زي المسدس تكبسه جوه البان او حتى جوه البوت هنا وهي بتعمل اللقيمات تنزل ثلاثه ورا بعض يعني شوفوا قد ايه حلوه 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 يا جماعه اخر فرصه اخر فرصه 359 ريال سعودي وكمان بالسعر ده هتحصلوا على قسيمه شرائيه بقيمه 200 ريال سعودي ممكن تلاقوا السعر متوفر لكن مفيش القسيمه اللي انتوا بتحصلوا عليها وبتوفر لكم فلوس كتير اراء كتيره جدا 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 لكتير اشخاص حابين طبعا جهاز اللقيمات اللي احنا بنقدمه النهارده من بالزانو ايوه شيف قول لنا شيف ما تغصش في العوامات وتسيبنا احنا على الهوا يعني ورينا شوف شوف يلا تعال شيف كتير قوي بيسالوك اعطينا وصفه تحضير العجينه اهلين كيفكم انا عجبتني العصاره وطقم الطبخ بتاع امس شكرا ليكي شكرا ليكي يا ريهام شكرا ليكي يلا كمان بس العصاره وطقم الطناجر هاي هاي احسن واروق واظبط شيء من يا شيف بجد غنو بتقول شيف قول لنا كيف حضرت العجينه قول لهم مره ثانيه كيف حضرت العجينه وهنا احلى واو حط لهم اياها بكومنت او اسا بنقول لها بس احفظي اسمها القيمات جميله شكرا بهزاد لانه عديتها اني فمنشان ما ضيعش بعد وقت اعمل لك بعد جهاز لقيمات ثاني هون تعال نشوف شوف شوف في حد بيقول لك ايه اشكال فضائيين مش عارفه ايه اشكال الفضائيين في حجم اللقيمات الطبيعي اللي هي المكوره اوكي انا بحب الفضاء مشان هيك
لا نحن اليوم بالفضاء فوق لانه نحن بنحب الفضاء. لا يا جماعه شوفوا، لا لا بص هقول لك على حاجه، انا ما بحبش الناس اللي هي بتخش تقعد تتبلع على لا شيء وانتم شايفين لايف والحكم قدامكم يا جماعه. لو انتم شايفين هي اشكال فضائيه مش مكوره زي الزلابيا او زي اللقيمات اللي هي الطبيعيه اللي انتم بتشتروها من السوق، احكموا انتم قدامكم النتيجه اهي واحكموا بنفسكم. وطبعا احنا بنعمل اكيد كل الاصناف، يعني دلوقتي احنا مش محكومين يا شيف ان احنا نشتري بس اللقيمات اللي هي بالقطر او بالعسل. أكيد كل أكيد. سيده تقدر تعملها بانواع الحلويات المختلفه. صح، ممكن جاهزي. تحط فيها الزعفران في العجينه نفسها. أكيد. ممكن تحط فيها الوان صناعيه مثلا او الوان شو ما بدك. شوفي هون، شوف وحتى ممكن ما تعملهاش حلويات، ممكن تعملها سيفوري يعني مثلا تعملها اياهم فضائيين. وانا كمان هنا وهنا زي ما بنشوف. هلا شيف طلال، زمان والله اشتقنا. شكرا، شكلها بيشهي الصراحه. شكرا ليكم. وكمان عاشت الايادي روعه، يا ريت تكون كل اغراضي من عندكم من مون. شكرا مون ليات، شكرا ليكي على الكومنت بتاعك. وامس طلبت صحون حق عرضهم 399 ريال سعودي. شكرا ليكي، شكرا ليكي او ام ار. وكمان يعني يم يم يا الناس بتسال على الاسعار 399 من روش بتقول واو كتير حلوه. شوفي هنا كتير حلوه، شوفي هي ولا اخف منا يعني ما بتتعب لك ايدك وانت حطيتيها. وهوني نور بتقول لك شوفي 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 دغري شوفي 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 يا نور شوفي 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 ها حطيناها هون. شوفي شوفي طلعي هالشكل وهالمنظر، ولا بتنزعي المطبخ ولا تجيبي هاي العجينه وضلك كلها طب طب طب. يلا 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 قطعي زيتي بالزيت. هي انا ظابطه. غانو بتقول سهوله تقطيع العوامات والسرعه وجماليه الحبه لما تستوي بتعطي الماشين ميزه خاصه. شكرا ليكم، دي الناس الصح اللي هي متابعانا علشان نضحك. يلا 2 3 شيف طلال هير لا تخشى شيئا، لا تخشى شيئا طلال هير لا تخشى شيئا. شوفوا يا جماعة احنا سهولة الأصناف اللي عملناها وبسرعة مع العوامات المختلفة، أخذت وقتها في القلي لكن في نفس الوقت شوفوا الأشكال والألوان المختلفة اللي احنا عملناها، سواء بالفستق أو حتى عملنا ديكوريشن أو بالعسل الأسود أو حتى بالميبل سيرب، ممكن بالدبس بتاع التمر نقدر نعمل بالسكر بالقطر بالعسل العادي، دبس العنب وحديهم شوية طحين دبس العنب بس هم كتير عايزينك دلوقتي تقول لهم على العجينة أنت عملتها ازاي. مرة تانية ورقة وقلم واكتبوا على طول ورا شيف طلال هيقول لكم العجينة. هون عندك 500 جرام من الطحين، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة قطر، ملعقة صغيرة حليب بودرة، رشة صغيرة ملح بس منشان الحلال الحرام. رشة صغيرة بعدين ملح. بتعملي ملعقة صغيرة خميرة بتحليها بمي سخنة وبتنزليها، وملعقة صغيرة زيت وبتضربيهم كلياتهم مع بعضهم، وأنت حرة عاد شو بدك تحطي جوا، إذا بدك تحطي زعفران، حليب بودرة، أو تشوكليت اللي بدك إياه. تعالوا معايا افكركم مره ثانيه بالعرض الاكثر من رائع اللي احنا بنقدمه النهارده من ماركه بلزانو. جهاز تحضير لقيمات، جهاز واحد لون واحد تحصل عليه مع القمع اللي بيجي معاه، في نفس الوقت كمان هنا بيشيل كيلو جرام من العجينه، وايضا هنا التريجر تقدروا تعملوا ثلاث حبات في وقت واحد بسبب الفتحات الثلاثه دول مع بعض على نفس اللحظه بتعملوا ثلاث حبات مع بعض. وهنا كمان ممكن توصل العجينه ل 100 قطعه كلها تعملوها على مره واحده، بتوفر وقت كتير، في نفس الوقت كمان بيجي معاها المعيارين اللي انتوا عايزينهم. وكمان هنا السعر اللي احنا بنقدمه النهارده هو فقط 359 ريال سعودي، اخر فرصه من ضمن فرص العروض اللي احنا بنقدمها لشهر رمضان المبارك. وكمان قسيمه شرائيه هديه مجانيه بتحصل عليها بقيمه 200 ريال سعودي. قد ايه عرض اكتر من رائع، وكتير اشخاص حابين فكره تحضير اللقيمات بسهوله وبنظافه وبسرعه مع جهاز تحضير اللقيمات اللي احنا بنقدمه النهارده. يلا لا 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 وريني بقى، وريني اللقيمات اللي انت عملتها كلها، اخدها لك على مكان واحد. على مكان يلا واحد. يلا ناخدها على الديفايس، واقعد بقى زوقها لنا براحتك بالطريقه اللي انت عايزها قدامكم يا جماعه. دقيقه ايه ده، فيها نشا؟ ما فيها نشا، لا هي ما فيها نشا العجينه هيك. هاي شوف احنا شوف بقى ما فيش نشا، لا ما بنحطش نشا احنا. شوف 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 يلا دبس التمر. ايوه على دبس التمر الدبس. يلا زوق دبس التمر موجود عندك تاني اهو، انا معاك اهو بكل الشوكولاتات والحاجات اللي انت عملتها والتزيين وحبه البركه كمان. حبه البركه بتحط الزعفران يا شيف؟ ايه
هلا على حسب العجينة، العجينة لا أنا بس أنا حبيت اللي بالتمر كثير يكون فيها زعفران بالدبس كمان حلو. شوف هون شوف هون شوف هون شوف 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 تعالوا معي تعالوا معي تعالوا 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 شوف 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 العوامات شوف العوامات المختلفة شوفي أشكال اللي بتجنن شوفي الحبات العوامي اللي كثير كثير حلوة تصلح ما تستنوا ولا لا.